السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. ابنائي وبناتي طلبه الصف الاول الثانوي الترم الثاني، هنحل النهارده تيست اون شابتر 3 في يونت 3. يونت 3 دي كان بنتكلم عن الجيناتكس، وده اخر حاجه عندنا في الجيناتك او الانهيرتنس اوف جيناتك تريتس. ان شاء الله الاسئله تكون سهله وكلكم تحلوها بصوره صحيحه. السؤال الاول: A man married to a woman, each one of them doesn't suffer from color blindness. طيب مبدئيا كده الميل اكس واي والاكس دي لازم تكون كاري سي كابيتال دوميننت جين يعني، والوومن دي اكس اكس، ولكن قد تكون اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال او اكس سي كابيتال اكس سي سمول، صح كده؟ تمام. And this case appear in some children. ادام الكيس appear in some children يبقى لازم الماذر دي تكون كارير، صح كده؟ What are the correct ratio to inherit this case؟ طيب قبل ما نشوف الاختيارات، احنا لازم نرسم الجيناتيك ستراكشر للكيز اللي قال عليها دي. فقال لك ان الميل هو الفيميل هو، قال لك ايه المان ده ماريد تو وومن، كل واحد فيهم هيلسي، فانا غصب عني لازم اكتب الميل زي ما اتفقنا اكس سي كابيتال واي، الفيميل دي برضو لازم اكتبها اكس سي كابيتال اكس سي سمول، لان قال لك الكيس ظهرت في احد التشيلدرن، صح كده؟ اهو التشيلدرن اللي ظهر فيه الكيس اهو. طيب لما نعمل الكروسنج للميل والفيميل دول، كل واحد فيهم هيطلع الجاميت، فدي هتطلع نوعين من الجاميت اكس سي كابيتال واكس سي سمول، ده هيطلع نوعين من الجاميت اكس سي كابيتال واي. لما نعمل كروسنج هيطلع لي بعض التشيلدرن اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال، ودي نورمال فيميل، اكس سي كابيتال اكس سي سمول ودي كارير فيميل ولكنها برضو ما بتعانيش من الكالر بلايندنس. بالنسبه للميلز اكس سي كابيتال واي وده نورمال ميل، الميل الاخير او البروبورشن الاخير اللي عندي اكس سي سمول واي وده يعتبر انفكتد ميل، ده عنده كلر بلايندنس، فظهرت فعلا التريد دي في احد الابناء. طيب معنى الكلام ده ايه؟ الاختيارات بقى بيقول لك ايه، وات ار ذا كوريكت ريشيو اوف انهيرتنس ان ذيس كيس. طيب الاختيار هاف ذا ميلز ار انفكتد اند اول فيميلز ار نورمال، فعلا كل الفيميلز نورمال ونص السانز هم ار انفكتد، صح الكلام ده؟ صح. نتاكد ان الباقي غلط، اول ذا ميلز ار انفكتد، ما تكملش، لا هم نص الميلز بس اللي انفكتد، صح كده؟ Half the males are infected، أيوة الكلام ده صح. And all females are infected، لا كل الفيميلز هيلسي، فالاختيار C كمان مرفوض. All the males are healthy، ما تكملش لأن نص الميلز are healthy، فما فيش إجابة صح غير A. تمام يا شباب؟ أوكي. The percentage of gametes that carry the gene of the color blindness and genetic baldness together in this genotype B plus B اكس واي از. طيب انا مش عارف الاجابه غير لما اعمل جيناتيك اناليسيس، طيب بس انا اللي متاكد منه ان الكالر بلايندنس ده 6 لينك تريد، فهيبقى متشال الجين بتاعها على الاكس كروموزوم، والبلدنس ده بيتحكم فيه دوميننت جين، وواضح ان البي بلس هو الاكتيف والبي بزا ده مش اكتيف، صح كده؟ طيب تعالوا نوزع الجاميت بتاعت الجين وطيب ده، فبي بلس كده ممكن تاخد اكس، او بي بلس ممكن تاخد واي، والجاميتس التانية بي تاخد اكس او بي تاخد واي. طيب هو بيقول لك بقى عايز ايه؟ عايز عدد الجاميت او البرسنتج، عايز البرسنتج اوف جاميت ذات كاري ذا جين اوف كلر بلايندنس، الكلر بلايندنس ده متشال على ايه؟ على الاكس، يبقى بالتالي ادي اكس اهو وادي اكس اهو، يبقى يا ده يا ده، انما هو عايز الكلر بلايندنس اند بالدنس، ده ما فيهوش بالدنس، ده اللي فيه بالدنس، فطبعا الريشيو بتاعت الجاميت دي تمثل 25% من الجاميت، صح يا شباب؟ فالاجابه 25%. تمام يا شباب؟ طيب This figure represents the karyotype of somatic cell N. طب نشوف بقى، ادي ال 23 بير اوف كروموزوم، عيني وقعت على البير نمبر 21 في 3 كوبيز، يبقى دي على طول داون سندروم. داون سندروم لميل ولا فيميل؟ بص كده ده ميل، يبقى ده داون سندروم لميل، صح كده؟ انا رايح اختار الكلمه دي، انا رايح ادور على الاجابه اللي بتقول ده ميل عنده داون سندروم. فين الاجابه دي؟ اميل ويز داون سندروم، الاجابه ايه هي الصحيحه؟ صح كده؟ الإجابة بي بيقول لك ميل ويز كلاين فلتر، الكلاين فلتر 44 اكس اكس واي، فدي مش كلاين فلتر ولا حاجة، ده ميل بتاع داون سيندروم، والإجابة سهلة جدا A. تمام يا شباب؟ طيب The genotype of person with كلاين فلتر سيندروم اند سفر فروم كلر بلايندنس. طب كلاين فلتر سيندروم انا عارف ان هو اكس اكس واي او 44 بلس اكس اكس واي، فبالتالي اكس اكس واي دي ماشي ودي ماشي دي ماشي، دي مرفوضه، ولكن هو عنده كلر بلايندنس،
وانا عارف عشان البيرسون يعاني من الكالر بلايند بس لازم يبقى التو جين على الاكس اكس يكونوا ايه، يكونوا ريسيسيف جين، فبالتالي الاجابه ايه مرفوضه عشان في دوميننت جين اهو، والاجابه بي مرفوضه عشان في تو دوميننت جين اهو، الاجابه سي مقبوله عشان التو اكس كروموزوم عنده كاري تو ريسيسيف جين، سي سمول سي سمول، والاجابه تبقى سي. تمام يا شباب. طيب اميل وسكلاين فلتر سندروم اللي هو 44 بلس اكس اكس واي ديفر فروم اميل ويز داون سندروم اللي هو 45 بلس اكس واي ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت، يعني هم مختلفين في كل دول بس متشابهين في حاجه، انا هدور على هم متشابهين في ايه. صح كده، متشابهين في النمبر اوف اوتوسومز، ده عنده 44 اوتوسوم وده عنده 45 اوتوسوم، لا هم مش متشابهين في هنا، هم مختلفين. طيب ذا نمبر اوف 6 كروموزوم، ده عنده اكس اكس واي وده عنده اكس واي بس، فهم مختلفين هنا. تمام، ذا هيريديتري تريت، طبعا هم مختلفين في الهيريديتري تريت. صح كده، ذا نمبر اوف كروموزوم ان سوماتيك سيل، ده 44 اكس اكس واي يعني 47 كروموزوم، وده 45 اكس واي يعني برضه 47 كروموزوم، يبقى هم متشابهين في النمبر اوف كروموزوم ان ذا سوماتيك سيل. صح كده يا شباب. If a daughter suffer from hemophilia, it is possible that. طيب قبل ما نقرأ الاختيارات، علشان الدوتر الفيميل يعني تعاني من هيموفيليا لازم ابوها يكون انفكتد بهيموفيليا، صح كده، ولازم امها يا تكون كارير يا تكون انفكتد. اوكي نشوف بقى الاختيارات، خلاص احنا عارفين احنا رايحين نختار ايه. طيب the mother is infected and the father is healthy، لازم الفذر يبقى انفكتد، الكلام ده the mother is healthy and the father is infected، المذر لازم تكون كارير، خلوا بالكم من بي كده، لو ما لقيتش غيرها هختارها، انا عايز المذر كارير او انفكتد. اوكي ما هي هيلسي دي معناها ان التو جين ار دوميننت، انا عايز جين فيهم يكون ريسيسيف. طيب ذا مذر كارير، خلاص انا كده رفضت بي لان لقيت مذر كارير اهي تحت السي ودي، يبقى بي كده مرفوضه. ذا مذر كارير اوف ذا جين اوف ذا ديزيز اند ذا فازر از هيلسي، اجابه مرفوضه، لازم المذر تكون كارير والفازر يكون انفكتد. ذا مذر كارير اوف ذا جين اوف ذا ديزيز and the father is infected، الإجابة دي هي اللي صح يا شباب. طيب السؤال اللي بعده، when a man suffer from hemophilia married to healthy woman، حلو جدا، مان عنده هيموفيليا يعني الجينيتك استراكشر بتاعه x اتش سمول y، الفيميل دي بقى هيلسي، هيلسي يعني اكس اكس اتش كابيتال اتش كابيتال، ذا برسنتج اوف ذا ايمرجنسي اوف ميل سفرنج فروم ذا ديزيز از، من غير ما نعمل جيناتيك استراكشر يا شباب، الميل هياخده من الاب اللي هو انفكتد الواي كروموزوم، فبالتالي الاكس كروموزوم اللي هو اصلا عليه الجين مش هيروح للصنز، فبالتالي ولا صن ولا ميل كده من الابناء بتاعتهم هيتعرض لايه؟ لهيموفيليا، فالاجابه كل الابناء مش هيبقى عندهم هيموفيليا لان ماذر هيلسي. صح كده، فالاجابه 0%، ولو عايزين نتاكد جيناتيكالي ادي الماذر هيلسي وادي الفازر انفكتد، ما اللي هيروح للصن هو الواي، فالواي مش كاري جين اصلا، فانا الفازر انفكتد ده يوديه للايه؟ للدوترز، ما يودهوش للصن، فالاجابه 0% ولا ميل من ولاده هياخدوا الجين اوف هيموفيليا. صح يا شباب. اوكي، اما A man suffer from hemophilia married to normal woman، حلو جدا، and they give birth to a daughter who suffer from the disease، so the genotype of the parent is. طب بالراحة بقى كده، المان عنده هيموفيليا فأنا لازم أختار X و Y يكون عنده هيموفيليا، ده ما عندوش هيموفيليا، ده عنده هيموفيليا، ده عنده هيموفيليا، ده عنده هيموفيليا، الإجابة إيه؟ B أو C أو D. طيب married to normal woman، دي normal woman ماشي ودي normal woman ماشي، انما دي infected woman، الإجابة دلوقتي B أو C، هنختار B أو C بناء على بقية الكلام بقى. A normal woman and they give birth to a daughter who suffer from the disease، أدام الدوتر كاري الديزيز ده يبقى لازم الفازر infected والأم تكون كارير، فلازم أختار C. تمام يا شباب. أوكي، if we suppose theoretically that Turner syndrome and Down syndrome are gathered in one person، طبعا الكلام ده مش هيحصل، عشان كده بقول لك suppose theoretically، ده على الورق والقلم بس. اوكي، the genotype of this person is، طيب السؤال ده يا جماعه نفكر فيه ازاي، بيقول لك Turner syndrome تمام كده وDown syndrome، طبعا عارف ان Turner syndrome عباره عن 44 بلس اكس 0 اللي فوق ده Turner syndrome، Down syndrome عباره عن 45 ممكن اكس اكس او 45 اكس واي، فهو هنا اعتبرها 45 اكس اكس، فاللي فوق ده اصلا ترنر سندروم واللي تحت ده داون سندروم، اجمع لي الاثنين مع بعض بقى، فالاجابه اولا مش ايه ولا بي، هي الاجابه يا سي يا دي. لو انت بقى صبوز ان انت جمعت الاثنين مع بعض واكيد ديفايد 2، طيب لو جمعتهم مع بعض هيطلع
يعني ممكن ناخد ال 44 دي مع الاكس اكس وناخد ال 45 مع الاكس زيرو، وده اللي عمله هنا. بص كده الاجابه سي، خد النص الاول اللي هو 44 حطه مع النص الثاني من بي في 44 اكس اكس او 45 بلس اكس زيرو. الاجابه يا سي يا دي يا شباب، صح كده؟ تمام. طب احنا هنختار سي ولا دي؟ اوكي. طيب هو احنا لو اخترنا سي، بصوا كده على سي يا شباب، ده 44 بلس اكس اكس، يعني دي نورمال في ميل، انما 45 بلس اكس دي زيرو ده اب نورمال في ميل، صح كده؟ وبالتالي ادام الكيز الاولانيه اب نورمال كروموزومال استراكشر والكيز الثانيه اب نورمال كروموزومال استراكشر، فاستحاله لما نخلط الاثنين مع بعض، رغم ان هو اصلا مش هيحصل يعني ان احنا نطلع نورمال في ميل، لازم اختار الاجابه دي لانها اب نورمال في ميل. فالاجابه المنطقيه بتقول الاجابه دي. السؤال ده يا شباب ثيوريتيكالي، انا عايز اشوف انت هتفكر ازاي. اوكي اتفقنا يا شباب. طيب هو ان هيلثي مان ماريد تو ا وومن هو سفر فروم كلر بلايندنس. اوكي، يعني الميل كده نورمال، الميل اهو هيلثي مان يعني اكس واي، والاكس هنا ايه سي كابيتال، الفيميل بقى اكس اكس، سي سمول سي سمول، صح كده؟ ذا برسنتج اوف فيميل سفرنج فروم ذيس ديزيز، الفيميل بقى اللي هتتعرض من الديزيز دي قد ايه؟ طب ما نيجي نرسمها كده عشان ما نختارش اجابه عشوائيه. انت قلت لي المان هيلثي، ادي اكس واي وادي السي كابيتال، قلت لي الفيميل عندها كلر بلايندنس، ادي الفيميل اهو اكس اكس سي سمول سي سمول، يا طلع نوع واحد من الجميت اكس سي سمول، لا يطلع نوعين من الجميت اكس سي كابيتال واي. تعالوا نوزع الجميت، لو الاكس دي مسكت الاكس دي هتبقى كل الفيميلز اكس سي كابيتال اكس سي سمول، كل الفيميلز كارير للكلر بلايندنس ولكنهم هيلثي. ها اوكي، كل الميلز ار انفكتد، صح يا شباب؟ اكس سي سمول واي. طيب سؤالك بقى، ذا برسنتج اوف فيميل سفرنج فروم ديزيز، ولا فيميل سفر فروم ديزيز، صح؟ الميل كلهم هم اللي سفر من ديزيز والفيميل كلهم كارير، صح يا شباب؟ فالاجابه 0%. خلص التيست بتاع الشابتر، اتمنى ان انتم تكونوا كلكم حليتوه صح، اتمنى لكم التوفيق دائما. خلصنا يونت 3 العلم الوراثه الممتع الجميل، المره الجايه ان شاء الله نبدا في يونت 4، الى ان نتقابل على خير، اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.